السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى أمر بكتابه العزيز فقال تعالى: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، إن تقوى الله سبحانه وتعالى هي رأس كل شيء، والمحافظة على دين الإسلام وعلى شرائع الإسلام. فنحن أمة مسلمون، شرعنا الإسلام وقدوتنا كتاب الله وسنة نبيه. والذي أوصيكم به ونفسي: تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في القول والرضا. فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أقوالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، وانظروا فيما بينكم من الأمور، واتقوا الله وتعاونوا على البر والتقوى، وكونوا أمة واحدة. فأنتم تعلمون ما يحيط بكم من الأعداء الذين يحاربون الدين ويحاربون الشريعة ولا يعملون بكتاب الله ولا بسنة نبيه. فتعاونوا أيها المسلمون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نرجو أن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه ويعلي كلمته، وينصر من فيه نصر الإسلام والمسلمين، ويذل أعداء الدين، ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يغيث قلوبنا. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، غدقا مجللا، سحا نافع غير ضار. اللهم تحيي به البلاد، وتغيث به العباد، وتجعله رحمة للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم نف العباد والبلاد من اللواء والشدة ما لا يشكوه إلا إليك يا سميع الدعاء. وفقنا الله وإياكم لما يحبه يرضاه، ونصر دينه على كلمته. كانت هذه هي كلمة صاحب الجلالة الملك المعظم المؤمن الذي أدى فريضة الجمعة إماما للمسلمين، وكانت لكلماته الجليلة التي ألقاها في هذا المسجد الكبير، مسجد بريدة.